انا كنت حتى حاط انه منتاليتي انه انا خلص مشلول، ما في امل انه امشي. هلو، واضح. اسمي محمد نصلى، عمري 25، انا فيزيكال ثيرابيست وكروم واي فاي. ب 22 نيسان 2016 وقعت عم بناي 4 طوابق، كسرت ظهري وجري 2 وحنكة، وتعرضت للشلل لفترة من الوقت. أول شيء كان قايلين ما في أمل إنه أعيش مش إنه أمشي، خسرت كتير دم وكان إصابات كتير بليغة، وكان عم بيقولوا إن شاء الله يعيش. بعدين قالوا خلص إنه 4-5 حكم يقولوا مشلول، ما في أمل نهائياً إنه أرجع أمشي، وفي عندي كمان إجري اليمين قد ما كان إصابة بليغة كان بدها بتر. أنا كنت حاط إنه منتاليتي إنه أنا خلص مشلول، ما في أمل إنه أمشي، بس بدي أرضى بحياتي هيك. يعني صرت أنا بدي أسعى لأكون أحسن كل يوم، أحسن وأحسن. مثلاً أنا كنت أجبر حالي غصباً عني إنه بدي أقعد أتمرن على القعدة، أرجع على الوقفة. مثلا قادر امشي متر، زيدوا مترين. كثير كانت فترة صعبة بس قطعت. اخذت معي حوالي 2 سنين لحتى ارجع استرجع قوتي، يعني انه اكيد مش شيء سهل بلشت فيه. انا مثلا كنت اركض 10 كيلو، كنت انه بوقتها اعمل 500 متر يهلكوني، يعني كثير يتعبوني. محمد هلا اقوى من اللي قبل، لانه محمد هلا ادرك اكثر معنى حياته، يعني انه كان خسران حياته ميت، فهلا رجع الله وهبه الحياه، فبده يعيشها بطريقه افضل واقوى. وبتمرن يعني بس اتذكر انه انا كيف كنت قد ايه كنت عاجز، هيدا شيء دافع كثير قوي لحتى انه يخليني اتمرن بقوه وكون احسن عن قبل. طبيعي الحال بس واحد يتعرض لهيك حادث، اول شيء بده يعني بيطلب مساندة اهله، فهن الجزء الاكبر بهيدا البروسس. بس يرضى الله حيعطيه القوه وحيعطيه اكثر لحتى يستمر بحياته. علاقتي انا ومحمد قبل الوقعه كانت شيء، ومن بعد الوقعه شيء. يعني انا وياه كنا رفقه قبل الوقعه، بس من بعد الوقعه كثير تقربنا من بعض. يعني كنت شوف محمد قد ايه ارادته قويه وقد ايه حابب يرجع للتمرين. انا كثير بقوى فيه، يعني انا بكثير قصص برجع لمحمد. انا كمان فايتر مثله، مثل ما هو بيعتبر انه انا ساعدته كثير، كمان هو ساعدني كثير انا لاوصل لكثير مطارح. الاخوه هي مش بس بالدم، الاخوه بالافعال بالتصرفات اللي بتصير. بدي اقول للشباب العربي انه يخلي طموحاته كبيره، ما يفقد الامل، ضل ارادته صلبه، وضل يشتغل عليها ليوصل.